ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمر الحادي عشر وهو عدم التسرع في الأحكام على الآخرين، فإن البعض من الناس وقد يكونون من المنتمين إلى طلب العلم بمجرد أن يتلقى شائعة أو خبرا عن أحد إخوانه حكم عليه من خلال هذه الشائعة، فربما كفره أو فسقه أو بدعه أو أخرجه من السلفية أو قوله ما لم يقل أو ألزمه بما لا يلزم، ونحن الآن أمام سيل من المؤلفات الكثيرة التي بني كثير منها على الشائعات وعلى الإلزامات، وعلى بتر الكلام، ولا سيما لدى بعض أوساط أنصاف المتعلمين ومن لا فقه عندهم في الدين، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. لقد امتلأت مواقع الإنترنت من الهراء الذي يتولى كبره بعض المنسوبين إلى العلم، فربما ألزموا إخوانهم بما لا يلزمهم، وربما نسبوا وقولوا بعض العلماء ما لم يقولوا، وربما قالوا على الله بغير علم، وربما وربما. وإني أوصي هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون نصب أعينهم دائما قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. البعض من أنصاف المتعلمين ومن غير المتخصصين في العلم وممن ضخموا وكبروا وأعطوا فوق أحجامهم ووصفوا بأنهم العلماء، حتى وصف بعض صغارهم بأنه أكبر عالم في الجرح والتعديل، هذه والله هي قاصمة الظهر وتورثه الكبر وتورثه عدم خشية الله سبحانه وتعالى. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، واسمحوا لي أن أقف وقفة عند هذه النقطة، لأننا نرى سيلا مما في المواقع ومن المؤلفات، بعضها تنتقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد قبل ذلك، وربما نال بعضهم حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين بسبب التعالم وبسبب تضخيم الأمور وبسبب إعطائها فوق حجمها وبسبب التسرع وعدم التثبت وعدم التريث، الأمر الذي جعل بعض المشايخ وطلبة العلم يتجنبون هذه المواقع ويتجنبون المهاترات التي تدور فيها.
انتبه يا عبد الله، هذه المسألة خطيرة جدا، وقف طويلا متأملا تلك المواقع المشبوهة، تلك المواقع المشبوهة التي أخذ القائمون على أنفسهم إيذاء العلماء وإيذاء أولياء الله وإيذاء طلبة العلم كبارا وصغارا، فوصفوهم ببعض الألقاب من صفة الإرجاء أو نحو ذلك من الصفات التي يتبجح بها بعض الجهلة وبعض المتعالمين الذين ناصرهم من ناصرهم من الجهلة وكبروهم وضخموهم حتى أصبح يقال لبعضهم إنه شيخ السنة أو شيخ الحديث وهو أجهل من حمار أهله. وهو من صغار الشباب ومن صغار طلبة العلم، وأصبح يتزعم تأليف كتب يلزم فيها بما لا يلزم ولا يتحرى الصدق، وربما حذف وبتر، وربما أنشأ له مواقع ملأها بالهراء وملأها بالإلزامات وملأها بالألقاب، وربما نقل بعض كلام أهل العلم الفضلاء وحمله على بعض طلبة العلم وهم بريئون من هذا الحمل، والعلماء لم يقصدوا ذلك المحمول عليه. هذه نتيجة حتمية لعدم التواضع، لقبول الشائعات، للتعالم، للرياء، لحب الظهور، لحب الذات. فهذه الوصية أرجو أن تقفوا عندها طويلا وأن تتأملوها جيدا، وأن تعرضوا كل ما يعرض لكم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذي الانتماء إليه لا يكون بالدعاوى ولا يكون بالكلمات المنمقة ولا بالأشرطة المسجوعة ولا بما تزخر به بعض المطبوعات، وإنما يكون بالتحري وتحري الصدق واللجوء إلى الله عز وجل والخوف منه وخشيته قبل أن تطلق أي كلمة في الأحكام على الآخرين. وقبل أن تطلق كلمة تقول فيها إخوانك ما لم يقولوا، وقبل أن تطلق كلمة تلبس بها الحق بالباطل بقصد أو بغير قصد، فعليك أن تراقب الله عز وجل في هذه الأمور الخطيرة المصيرية، وأن يكون خوف الله وخشيته هي رائدك قبل كل شيء، قبل أن تكتب كلمة أو تنطق بكلمة أو تسجل كلمة أو تودع كلمة في زبالات الإنترنت، عليك أن تخشى الله وعليك أن تتقي الله وعليك أن تخاف الله جل وعلا وعليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن.